الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. صلوا على الحبيب وسلموا تسليما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجمالك وكمالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت تحيي وتميت وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزك خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول سيدنا حسان بن ثابت: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول الآخر: والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت، والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد، وما في بقاع الأرض وما في بقاع الأرض حيا وميتا ولا بين أرض والسماء كمحمد. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنقف في حديثنا اليوم مع أعظم رحلة في تاريخ البشرية، هي رحلة الإسراء والمعراج لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا رسول الله من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى. ونقف بإيجاز مع ثلاثة دروس. الدرس الأول من رحلة الإسراء والمعراج هو بيان مدى القدرة المطلقة لله عز وجل، فهو خالق الأسباب والمسببات، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما هو عجيب في دنيا الناس ليس عجيبا عند الخالق عز وجل. بدأ الحق سبحانه الحديث في سورة الإسراء عن رحلة الإسراء بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى.
وكلمة سبحان الله كلمة تنزيه، وهو وفيها هنا معنى الطلب. سبحان الله أي سبح، سبح وعظم وقدس واخشع مليا أمام قدرة الخالق عز وجل، فهو القادر. خلق السماوات بغير عمد طاونها أمام أعينكم لا تحملها أعمدة، هذا بناء لا يمكن أن يقوم إلا على حوائط وعمد. أما السماء خلق الله طاونها ليل نهار، خلق السماوات بغير عمد طاونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أفرأيتم ما تحرثون؟ ونحن هنا في مجتمع زراعي يقوم على الزراعة. أفرأيتم ما تحرثون، ما تجنون من الثمار والزروع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إياك أن تظن أنك أنت الزارع الحقيقي، فقط أنت تحرث وتبذر وتسقي، أما الزارع الحقيقي والمنبت الحقيقي هو من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم ينتقل إلى الحديث عن الماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا لا يطاق. خلق الله الماء العذب والماء المالح، وقال سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بأمر من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم ينبهنا فيقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا. الماء الجوفية في طبقات الأرض بعضها على بعد أمطار وبعضها على مسافات، يقول سبحانه هو الذي يخلق هذا الماء ويقربه لكم، فإن غار الماء في طبقات الأرض فمن يأتيكم بماء معين؟ من غير الله يزرع وينبت لكم ومن غيره يأتيكم بماء معين؟ قفوا خاشعين أمام قدرة الله، سبحوه وكبروه ونزهوه عما لا يليق به. سبحان الذي أسرى. كل هذا يجعل من رحلة الإسراء أمرا عاديا في قدرة الله، وإن كان عجيبا عند الخلق. سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل هنا بنبيه ولا برسوله، فمقام العبودية هو أعلى المقامات، وإضافة العبودية هنا إلى ضمير الجلالة إضافة تشريف وتكريم. هذا مقام الحبيب عند من قال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لما اشتد الأذى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الحق سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وجاءت هذه الرحلة تسرية عن سيدنا رسول الله وبيانا لمكانته ومنزلته عند ربه. صلوا عليه وسلموا تسليما. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى. أختم حديثي معكم بأمرين.
الأول رحلة الإسراء والمعراج كانت كاشفة فيما كشفت عن مكانة الحبيب عند ربه، فعندما وصل مع الأمين جبريل عليه السلام إلى مكان معلوم وقال صلى الله عليه وسلم: تقدم يا أخي يا جبريل، وكان جبريل يتقدم في سائر الرحلة، قال له: بل تقدم أنت يا محمد. قال: تقدم يا أخي يا جبريل. قال: لا يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم. وهنا يقول شوقي: أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا، إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، كل ذي شأن من الأنبياء والرسل، ومن يفز بحبيب الله يأتمم. وقد بلغت سماء لا يطاف بها على جناح ولا يسعى على قدم. وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. محمد صفوة الباري ورحمته، وسيد الخلق من عرب ومن عجم، لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. فهو سيد ولد آدم ولا فخ، وهو أول شافع وأول مشفع ولا فخ، وهو أول من تنشق الأرض عنه ولا فخ. لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. علقت من حبه حبلا أعز به، في يوم لا عز بالأنساب واللحم. مديحنا فيك يا رسول الله حب صادق، مديحنا فيك حب صادق وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. صلوا عليه وسلموا تسليما. أكسوا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه صلى الله عليه وسلم يقول: إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة، فأكسوا من الصلاة والسلام علي. وفي النهاية يطيب لي أن أهنئ أهالي هذه المحافظة الكريمة، محافظة قنا، بالعيد القومي لمحافظتهم، حيث يأتي العيد القومي كذكرى لانتصار عظيم حققه أبناء هذه المحافظة الكريمة على غاشم محتل أراد أن يحتل جزءا من بلادهم، فكانوا رجالا عند مستوى وحسن ظن بلدهم بهم وأهليهم بهم، وقفوا شامخين، لم يكونوا أبدا أكثر عددا ولا عدة ولا سلاحا، بل خرجوا يكادوا أن يكونوا قد خرجوا بأيديهم وأدواتهم المحلية البسيطة، ولكنهم كبدوا عدوا غاشما خسائر فادحة، ودمروا أسطوله وردوه على أعقابهم خاسرين. وهنا نؤكد: لم يكونوا أكثر عددا ولا عدة ولا سلاحا، ولكنهم كانوا أكثر إيمانا بالله وبهذا الوطن وبإبائهم وكرامتهم وكرامة بلدهم. وهكذا في مصرنا العزيزة تجد في كل مكان ملحمة شامخة تشهد بعظمة هذا الشعب وإبائه وثقته بالله، وما نصر هذا الشعب بالأمس معه بمعيتي في اليوم والغد إن شاء الله.
نسأل الله أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. واجعل رزقها ورزق أهلها رغدا في البر والبحر والسهل والجبل. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته. واغفر اللهم لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أوليائك الصالحين، وارض عنا معهم بفضلك يا أكرم الأكرمين. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.